شبح الرئيس السابق دونالد ترامب والعوده الى طبعا البيت الابيض يعود الى اروقه الناتو، مؤشرات التصعيد قد تنفجر في حال فوزه في الانتخابات الامريكيه، حقائق كثيره كشف عنها تقرير مفصل لموقع بوليتيكو وصحيفه فلت الالمانيه واللذين تحدثا عن اجتماعات سريه قام بها اعضاء الحلف في بروكسل وسط تخوف من قرارات ترامب. الاساس كان زياده الانفاق الدفاعي وتامين الدعم العسكري طويل الاجل لاوكرانيا حتي لا تتمكن اداره ترامب المحتمله من الوقوف في الطريق التناقض الذي يبديه ترامب بشأن التزامات حلف شمال الأطلسي بالأمن الجماعي كان واحدا من أهم الأسباب لزيادة الإنفاق الدفاعي وفق التقرير فنحو 23% من الدول الأعضاء في حلف الناتو من المقرر أن ينفقوا أو كان كانوا ينفقوا في السابق 2% في المئة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع النرويج مثلا كشفت عن خطة طموحة لتوسيع قدراتها العسكرية بإنفاقها نحو 152 مليار دولار على إنتاج الصواريخ والمدفعية. رومانيا أيضا تساعد حلف الناتو في توسيع ما سيصبح قريباً أكبر قاعدة عسكرية للحلف في أوروبا